إمام يصلي بالناس ويقرأ السجدة لكنه لا يسجد عندما يقرأ آية السجدة، هل في ذلك شيء؟ هذا مخالفة للسنة، يستحب أنه يسجد، لماذا يترك السجدة ويداوم على تركها؟ لو تركها بعض الأحيان لا بأس، أما أنه يداوم على تركها فهذا هجر للسنة ولا ينبغي. نعم. يقول عندي ابن اسمه قاسم وينادونني بأبا القاسم، هل في ذلك شيء؟ ليس في ذلك شيء، لأن هذا كان منهيا عنه في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، أما بعد موته فلا مانع من التكنية بأبي القاسم. نعم.